يا كابتن محمد، يعني انت يا ابني اسعدتني واسعدت مصر كلها، وباذن الله تسعد مصر اكتر واكتر، وتسعد اهلك وتسعد محبينك. العالم كله بيحبك لانك تستاهل كل خير. شكرا. How do you react to that? I miss him a lot. He's tell me about him. I have emotions when I see him. He's like my second father. I remember when I was 14, I used to wake up like 6 in the morning. سمع الكلام زي انا ما سمعت من الشيخ طه. نعم. فاللي اخدته من الشيخ طه اديته لمحمد صلاح. كنت بتقول ايه للنني؟ النني كان بيلعب ضدي فريق 15 سنه في الاهلي. الاهلي هو كان بيلعب في الاهلي. وجاب فيها ضربه جزاء. فلقيته في نادي المقاولين العرب. واقف مع محمد صلاح ومع محمد عادل ابو حاتم. قلت له خد يا انت مش لعيب الاهلي يا؟ قال لي ايوه. قلت له مش انت جاي فيها ضربة جزاء؟ قال لي ايوه يا كابتن. قلت له جاي هنا ليه؟ عايز ايه؟ قال لي انا مشوني من نادي الاهلي. قلت له مشوك؟ تعالى تعالى يا حطب. الواد ده ايه رايك فيه؟ اخلاقه عامله ايه؟ قال لي 100 100 يا كابتن. يا سلام يا سلام. قلت له اطلع امضي. لقيت عمه جه، عمه اسمه عزة النني. اخو ناصر النني. قال لي انا عزة النني عم الولد ده اخو ناصر، والواد ابني ده مشوه من النادي الاهلي وبتاع. قلت له الواد ده هيطلع يمضي وهنيمه في النادي وسنتين هيلعب منتخب مصر. ما شاء الله. ده متربي في النادي الاهلي. اتمرن تمرين كويس. وماشي على السيستم. ده انا هشتغل معاه صبح وبعد الظهر وهينام في النادي. اكل شارب نايم. وسنتين هيلعب منتخب مصر. وممكن يحترف لانه ده متربي في النادي الاهلي. 7 سنين قعد في النادي الاهلي. والنادي الاهلي خسر ان ساب الولد ده. كان عندك انت بقى العين وعندك الفيجن ان انت تبص لقدام. انا جبت شوف اللعيبه. انا جبت النني قلت له محمد اسمع يا ابني انت بتستلم وتسلم. بس ما عندكش الا دي. لا. هو ربنا اداك ده. عايزك تعمل ايه؟ تهتم بلعب الكرة لقدام وتمشي بعد نص الملعب وحط وش رجلك على ناحية الجول. ده تمرينك الصبح. تكمل قدام. ده تمرين خطوتين حط وش رجلك ناحية الجول. هما لما بينزلوا مصر هنا وبيروحوا المقاولين أول واحد بيسألوا عليك. ها بالظبط بالظبط. فيشوفهم بتبسط. يا سلام يا سلام. بتبسط. هل نادي المقاولين وانت لما مطلع محمد صلاح ومطلع وده اللي احنا شفناه التقرير الصغير ده يدل على ان فعلا حمدي نوح عينيه بسم الله ما شاء الله على النجوم وهم شايلين لك الجميله دي. هل ما كانش في اكتر من محمد صلاح موجودين في الفرقه بس الظروف ما ساعدتهمش؟ هو في طبعا في كان في عندي محمد سعيد وكان عندي احمد حمدي. احمد ابني نفس الجينات بتاعتي. احمد ابنك انت؟ مواليد 92. في فرقه محمد صلاح. ما كملش ليه؟ اتجه للتجاره. اختار سكته بقى. وكان يمكن كان ضعيف شويه. لانه متربي في ابو ظبي. التربيه فرق التربيه طبعا. حتى وديته لبدر الرجب ومحمد السيد في النادي الاهلي كان عنده 11 سنه. قالوا لي ابنك الكابتن متربي وعايز بس فرقه شقاوه. قلت لهم خلاص هاخده معايا الجماليه اديله فرقه شقاوه. طيب بدر رجب لما كان في ابو ظبي بيقولوا عمل نجوم كتيره وعمل حاجات كتيره. انت ايه رايك في بدر رجب؟ لا بدر رجب كقطاع للناشئين. النادي الاهلي جابه تاني اهوت وتولى المسؤوليه. تولى المسؤوليه هنا. لان هو بدر اتعامل مع مستر كوفر. مستر كوفر ده هولندي الجنسيه. ايوه ويشتغل في مصر هنا شويه. ايوه انا وديته للكابتن صالح سليم. في النادي الاهلي الجزيره. دخلت على الكابتن صالح قلت له انا معايا اعظم راجل لقطاع الناشئين. انا جايبه للمقاولين العرب. بس هو ماشي على الكوبري وبقول له ده النادي الاهلي. قال لي تعالى نروح النادي الاهلي. طب انا نسيت اسالك سؤال في الاول بقى.
طالما انت بتتكلم كده، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ انا بين البنين يا كابتن. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ هات من الاخر. انا كل اصحابي يسالوني ابقى قاعد الاهلي بيلعب. انت جواك ايه؟ انا اهلاوي بس خلاص ما كملش.